لاباس. لا الحمد لله صافا. شوف احنا في الاول وفي الاخر كنبقاو انسان، والام نقطه الضعف ديالها هي ولادها، فشي حاجه عاديه غادي نتاثر، شي حاجه عاديه ما غاديش نحس براسي مزيانه الا دخلت للدار وما كانش ولدي وهذا الشيء. مي الحمد لله صافا، هذه هي الحياه، كيف ما ضحى والدينا على وديتنا كنضحيو على وديت ولادنا، وتستمر الحياه.